حتى يتبين لهم انه الحق بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاحبه اليوم نعيش مع النصيحه الرابعه عشره في سلسله اهم ثلاثين نصيحه لحفظ القران او للبدء بحفظ القران من دون معلم فقط بالتوكل على الله عز وجل معنى التوكل ايها الاحبه ينبغي ان نعلم ما هو التوكل كثير من الناس يعتقد أنك يجب أن تأخذ بالأسباب ثم تتوكل. أنا أقول العكس هو الصحيح. أن تتوكل أولا على الله سبحانه وتعالى وتترك الأسباب تجري. لأنك عندما تذهب إلى شخص وتقول له يا فلان أنا أريد أن أتكل عليك في قضاء هذه الحاجة مثلا. طيب يقول لك أعمل الحاجة ثم أتكل علي، ما الفائدة؟ يقول لك أنت أرتاح وانا ساقوم بهذه المعامله مثلا انت اجلس وانا انجز المعامله واتيك بها جاهزه هذا هو التوكل طب انا اريد ان اتوكل على الله في حفظ القران اذا انا لا ابذل اي جهد فقط استمع ماذا قال الله لي اقول يا رب اجعلني من حفظه القران استجيب لنداء الله عندما قال واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون استمع ثم ابدا بالقراءه واتوكل على الله ويجب ان اعتقد بداخلي ان الله قادر على ان يحفظني القران من دون جهد ومن دون تعب الله قادر على كل شيء مالك الملك سبحانه وتعالى ثم ثم هو الذي تعهد عز وجل لنا قال ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر يعني يقول لك انا يسرت لك القران انت فقط ابدا يعني ابدا الخطوه الاولى فقط بادر وستجد سلسله من التيسير ان شاء الله اليوم ايها الاحبه انا هنا لدي معلومه يجب أن نعتقد بها أحبتي في الله. يعني يجب أن ندرك أن هذا القرآن ضروري بالنسبة لي. يعني ليس مجرد حفظ عادي أو مجرد حب تأمل، لا. يجب أن أعتقد أن هذا القرآن هو وسيلة لسعادتي والقضاء على مشاكلي وهمومي. أخي الحبيب عندما تحفظ القرآن وتكرره باستمرار ستجد لكل مرض وكل حالة تمر بها آيات مناسبة أي موقف تعيشه لابد أن تجد آية تتحدث عنه آيات لذهاب الحزن آيات للرزق آيات لعلاج الغضب آيات لتيسير الحمل والإنجاب آيات لتيسير الزواج رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير دعاء سيدنا موسى عليه السلام أه ستمتلك عندما تحفظ القران ستمتلك اسباب الشفاء بين يديك يعني مثلا انا ضاق صدري في مناسبه ما في موقف ما يجب ان اتذكر قول الله تبارك وتعالى أه يعني مررت بحاله من ضيق الصدر وعدم الرضا الله يقول لي وسبح طبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل مؤمن ومؤمنه من بعده. وسبح بحمد ربك لعلك ترضى. اكرر هذه الايه فاشعر بالرضا ان الله قادر ان يرضيني لان هذا هؤلاء العباد خذلوني فالله سبحانه وتعالى معي وسيرضيني اتذكر هذه الايه فارتاح نفسيا. امر احيانا بحاله من ال 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 الاكتئاب والضغط النفسي اتذكر دعاء سيدنا ذنون عليه السلام يونس وهو في بطن الحوت ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين واتذكر كيف استجاب له وانقذه فهذا الاله العظيم الذي انقذ نبيا كريما من بطن الحوت وظلمات البحر وظلمات الليل قادر ان ينقذني من هذا المازق وبالتالي عمليه الحفظ ليست مجرد حفظ عمليه حفظ القران هي انك تمتلك اسباب الشفاء انا وعدتكم في اللقاء الماضي اننا سنجرب ان نحفظ هذه هاتين الصفحتين هنا ايها الاحبه الله تبارك وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها سورة البقرة هذا نص يتحدث عن أن هناك ناسخ ومنسوخ ينكره البعض ليست هذه قضيتنا هنا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفار هل هل إذا فتحتم الإنترنت تشاهدون بعض ممن يدعون أنهم أهل الكتاب والكتاب بريء منهم يحاولون تشويه صورة الإسلام لإخراج الناس من الإسلام يأتون بالروايات المزورة لا يقرأوا مثل هذه الآيات هذه لا يقرأوها ولا يعرفونها يأتون بروايات أصلا تاريخية غير صحيحة وضعت للتشكيك بالإسلام ويروجوا لها ويقولوا لك هذا هو الإسلام هذه هي أخلاق النبي هذا كذا وكله كذب طبعا يعملوا علي كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق يعني اليوم أيها الأحبة أهل الكتاب والمخالفين لنا في العقيدة يعلمون أننا على حق والله أيها الأحبة وهذا كلام الله ليس كلامي ولكن الكبر يمنعهم طبعا النسبة العظمى كثيرا ود كثير من أهل الكتاب طيب أنا عندما أرى مثل هذا السلوك محاولات مستميتة لتشويه صورة الإسلام لتشكيك الشباب بدينهم. لإبعادهم عن هذا الدين. يعملون على يعني إخراج المسلمين من دينهم، طبعا فقط ضعفاء القلوب. طيب ما هو رد فعلي أنا في هذه الحالة؟ هنا الحل أيها الإحناء. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إذا أمرني الله أن أتعامل بالحسنى والعفو والصفح، لماذا؟ لأن هؤلاء لا يعلمون هؤلاء لا يعلمون فعندما أتعامل معهم بالرفق واللين عسى أن يهديهم الله سبحانه وتعالى لأن بالنتيجة أنا أنا نظري على قلب هؤلاء أريد لهم الخير كأن الله يريد أن يقول لك في هذا النص أحب الخير لهؤلاء الذين يريدون لك الشر أحب لهم الخير إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله وإن الله بما تعملون بصير هذا النص الثاني إذا أنا أيها الأحبة أقرأ أول نص طبعا في البداية قلت لكم يجب أن نستمع لسورة البقرة كاملة لمدة أشهر وأنا لا أنصح أن تبدأ مباشرة بسورة البقرة لأنها طويلة ابدأ بالسور القصيرة سورة ياسين مثلا سورة مريم هناك صور تقرأها بعشر دقائق ربع ساعة مناسبة للبدء ولكن نحن الآن مثال من سورة البقرة هذا النص يتألف من ثلاث آيات يتحدث عن نسخ القرآن آيات القرآن ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ماذا يعني يجب أن نفكر ماذا سألوا قالوا أرنا الله جهرة، قالوا كذا يعني سألوا أشياء كثيرة تعجيزية ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل هل هذا صعب هذا الكلام يعني إذا إذا استمعت له مئات المرات ثم بدأت بقراءته مرة اثنين ثلاثة أربعة بخشوع وكل مرة فكر بمعاني الكلمات سوف تحفظ هذا النص ثلاث آيات تتركه ثم تحفظ هذا النص ود كثير من اهل الكتاب وتتذكر هؤلاء الذين يهاجمون الاسلام، هذه الايه تتحدث عنهم. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه تامرني اذا اذا العلاج لمن يشكك بالقران ان احافظ على صلاتي، لان هذا يغيظهم ايها الاحبه. احافظ على معاملتي الحسنه معهم. لكي لكي اعطيهم افضل الاسلام الحقيقي اعطيهم صوره الاسلام الحقيقي كما اراده الله سبحانه وتعالى. طيب حفظت هذا النص ماذا افعل الان؟ اقف واصلي ركعتين شكرا لله عز وجل انه رزقني حفظ ثلاث ايات وهنا ايتين ست ايات. اقرا في الركعه الاولى بهذا النص الاول ما ننسخ من ايه او ننسي هكذا حتى سواء السبيل في الركعه الثانيه اقرا هذا النص ثم تاتي مثلا صلاه المغرب اقرا فيهما العشاء الصبح لا اتجاوزهما حتى اتقن هذه الست ايات ثم ابدا اتامل كتب التفسير اقرا يجب ان تقرا اتامل ماذا ماذا قال العلماء حتى أثبت هذا الحفظ وبالفعل يعني ثبتته أقرأ هذا النص هنا هذا نص قول اليهود وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم وأتذكر استكبار اليهود وكيف أنهم أن الله حاورهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين يعني, يعني الإسلام دين قائم على البرهان والحوار عكس ما يصورون لك هؤلاء الملاحده يقولون لك الاسلام دين ارهاب وعنف، لا يا اخي انظروا بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء بالفعل يعني انت اذا رجعت الى الكتاب المقدس غير متفق عليه بين اليهود والنصارى ولديهم طوائف كل طائفه تعتقد معتقدات خاصه بها فهذا حديث ينبئني القران ان الله يحكم بينهم اياك ان تحكم اياك ايها الانسان ان تقول هذا كافر وهذا مؤمن وهذا الى الجنه وهذا الى توزع الادوار لا الله علمنا قال لك عندما تستمع الى هذه الخلافات بين اليهود والنصارى والملحدين والمشككين وترى هذا هذه الخلافات وهذه وهذا الافتراء على الله توقف فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون، الله هو الذي يحكم, يحكم ان تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم هذا قول سيدنا المسيح عليه السلام فالله عز وجل إن أراد عذبهم أراد غفر لهم هذا قضية لا تخصني أنا كمؤمن أنا عيني على قلب هذا الملحد أو هذا المخالف لي في الدين والعقيدة أتمنى له الخير وأحب أن يهتدي هذه مهمتي كمؤمن ليس مهمتي أن أوزع أدوار من يدخل الجنة ومن يدخل النار ومن هو كافر لا أحكم على الناس أيها الأحبة هذا منهج القرآن هنا ومن أظلم مما منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع هذا النص من آيتين أيضا أحفظه <applause> وهنا أيها الأحبة القرآن لا يأمرني باتخاذ أي إجراء أنا كإنسان عادي من يريد أن يخرب مساجد الله الله يعاقبه ولست أنا يعني نص القرآن هكذا لم يقل يجب أن تقتل تدمر كذا لا لا قال لك أولئك ما كان لهم أن يدخلوا إلا خائفين الله هو الذي يعاقب لهم في الدنيا خزي الله يخزيهم إذن ينبغي أنت كمؤمن أن تبني ردود أفعالك بناء علي آيات القرآن لاحظتم أيها الأحبة يعني حفظ القرآن ليس مجرد حفظ هو برمجة لحياتك تغيير لسلوكك تغيير لقناعاتك النص الأخير يتحدث عن قسم من أهل الكتاب وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون طيب هل هل قال لك كفرهم اقتلهم كذا لا يوجد اي اجراء انت كمؤمن انظر بديع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون كان الله يريد ان يقول لك اثبت لهم بالحجه ان الله واحد احد عندما ترى انسان يدعي ان الله اتخذ ولدا اخبره عن هذا الاله العظيم هذا هذا منهج النبي ايها الاحبه حواره مع مع المخالفين له هكذا كان حواره صلى الله عليه وسلم حتى ينتهي هذا النص ايها الاحبه ولا تسال عن اصحاب الجحيم ليست مهمتي ان احدد هذا الى النار وهذا الى الجنه فاذا القران يجب ان يغير قناعاتي وسلوكي ومنهجي في هذه الدنيا بعد ان حفظت مقطع مقطع اربط هذه المقاطع يعني اقف في الصلاه فأصلي في الركعه الاولى بهذه الصفحه بعد ان ربطت المقاطع الثلاثه وفي وفي الركعه الثانيه أصلي بهذه المقاطع الثلاثه بعد ان ربطت بينها بحيث انني اتذكر ان يعني هناك ذاكره بصريه أن الصفحة تبدأ ما ننسخ من آية أو ننسيها نثبتها هنا وتنتهي هم يحزنون لا خوف عليهم ولا هم وهنا تبدأ الصفحة وقالت اليهود وتنتهي ولا تسأل عن أصحاب الجحيم إذا أثبت وإذا استطعت أن تنظر مثلا إلى عدد الآيات في الصفحة رقم الصفحة ولكن هذا الأمر يعني يمكن أن يشغلك عن القضية الأساسية وهي الحفظ. تربط بداية الصفحة ونهايتها لكي لكي لا تتفلت منك أي آية. هذا الأسلوب والله أيها الأحبة أسلوب سهل بسيط يجعلك تحفظ بمتعة ولا, ولا يكن همك الحفظ، همك الفهم والتدبر والعمل. غير سلوكك بالقرآن العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حفظ هذا الكتاب العظيم إنه سميع قريب مجيب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.